السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعينا الكرام متابعي قناة من الآخر الخلاصة لو أول مرة تزورنا في القناة يا ريت تشترك في القناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب عليه اشتراك أو سبسكرايب اعمل لايك للفيديو وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد باستمرار معكم محمد نور الدين خلينا نتكلم عن ترتيب فرق الدور القطري دور نجوم قطر وترتيب الهدافين ونتائج مباريات الجولة السابعة كاملة بعد الانتهاء اليوم الجمعة 27/11/2020 الجولة السابعة بدأت يوم الخميس بمباراة الوكرة والفوز على السالية 3-1 الأهلي تعادل أمام الريان 1-1 قطر فاز على العربي 3-0 اليوم الجمعة 27/11 الغرافة فاز على الخور 6-3 الدحيل فاز على الخريطيات 4-1 والسد فاز على أم صلال 3-1 أحرز هدف السد أكرم عفيف في, في الدقيقة 35 سانتي كازارولا من ضربة جزاء في الدقيقة 50 وهدف في مرمى أحرزه بابا مالك ندياي في الدقيقة 91 هدف أم صلال أحرزه روزبي تشيم إيه تشيشمي في الدقيقة 40 بالنسبة لمباراة الدحيل والخريطيات أحرز هدف الدحيل المعز علي في الدقيقة 13 رامين رد ايان في الدقيقة 37 المعز علي في الدقيقة 40 الهدف الثاني له وخالد محمد في الدقيقة 91 يحرز الهدف الرابع للدحيل أما هدف الخريطيات عن طريق خلدون إسماعيل في الدقيقة 56 خلينا نتعرف على ترتيب فرقة الدوري القطري وترتيب الهدافين بعد انتهاء الجولة السابعة في صدارة ترتيب جدول الدوري القطري بعد انتهاء الجولة السابعة عندنا في المركز الأول اللاعب في المركز الأول عذرا في صدارة ترتيب جدول الدوري القطري السد في المركز الأول ب19 نقطة الأهلي في المركز الثاني ب16 نقطة الغرافة في المركز الثالث ب 15 نقطة الدحيل في المركز الرابع ب 12 نقطة الريان في المركز الخامس ب 11 نقطة الوقرة في المركز السادس ب 10 نقاط قطر في المركز السابع بتسع نقاط السرية في المركز الثامن بثمان نقاط الخريطيات في المركز التاسع بست نقاط العربي في المركز العاشر بخمس نقاط الخور في المركز ال11 بأربع نقاط وأم سلول في المركز الثاني عشر والأخير بأربع نقاط أما عن ترتيب الهدافين في صدارة هدافي الدور القطري بعد انتهاء الجولة السابعة نبيل الزهر لاعب الأهلي بستة أهداف يتساوى معه سانتي كازرولا لاعب السد أيضا بستة أهداف في المركز الثاني مهند علي ميمي لاعب السلاب خمسة أهداف وفي المركز الثالث محمد بناتو لاعب الوكرة بأربع أهداف وجوناثان كوجيا لاعب الغرافة وأنام تايهي لاعب السد ويوهان بولي لاعب الريان المركز الرابع المعز علي لاعب الدحيل بثلاثة أهداف وأكرم عفيف لاعب السد وبغداد بنجاح لاعب السد واللاعب يوسف بليلي لاعب قطر واحمد علي الدين لاعب الغرافه ومهرداد محمد لاعب العربي في المركز الخامس احمد بدر سيارة لاعب السد بهدفين وغوجا تشول لاعب الغرافه ومحمد صلاح لاعب العربي ورامين رد ايان لاعب الدحيل ورشيد تبركانين لاعب الخريطيات وياسين ابراهيم لاعب الريان واحمد لاعب الغرافه بالنسبه لترتيب صناع الاهداف بعد انتهاء الجوله السابعه في صداره صناعه الاهداف اللاعب سانتي كازورلا لاعب السد صنع ستة اهداف في المركز الاول ايضا سفيان هنا لاعب الغرافه صنع ستة اهداف مركز ثاني اكرم محفوظ لاعب السد صنع ثلاثة اهداف واحمد علاء الدين لاعب الغرافه وعبد الله معرفيه لاعب العربي وحسن الهيدوس مركز ثالث لاعب السد صنع هدفين ومعه عبد المجيد عناد لاعب الخراطيات ومحمد غلام لاعب السد و ميلسون جونيور لاعب الدحيل وعثمان البهري لاعب الغرافه وبيدرو ميغل لاعب السد ويوهان بولي لاعب الريان وفي المركز الرابع عبد الرحمن مصطفى لاعب الدحيل صنع هدف ودودو لاعب الدحيل وهلال محمد لاعب الخور محمد مونتيرا لاعب الدحيل <سؤال>, <سؤال> ونصر النصر <سؤال> لاعب قطر ويوكي كوبايشي لاعب الخور <سؤال> وسباعي لاعب السلية وحامد احمد لاعب الغرفه متابعي الكرام <سؤال> كان معكم محمد نور الدين <سؤال> من قناه من الاخر <سؤال> الخلاصه قدمنا <سؤال> لكم ترتيب <تص> فرقة الدوري القطري دوري نجوم قطر ترتيب الهدافين ونتائج مباريات الجوله السابعه اشترك في القناه فعل زر الجرس اعمل لايك للفيديو نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته